السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. الفيديو ديال اليوم جيتكم بطريقة ديالي في غسل الغسالة ديال الملابس. هالطريقة اللي كنقوم بها شهريا، تقريبا ضروري كل شهر كنقوم بغسل الغسالة ديال الملابس، هكذا باش تبقى محافظة على الجودة ديالها. يعني دائما حاولوا أنكم تنظفوها تعقموها باش تخلص من جميع الأوساخ اللي فيها، وهكذا باش تعطيكم نتيجة رائعة بالنسبة للي غادي تجيو تديروا فيها الملابس ديالكم تصبن. إلا بغيتوا تعرفوا كيفاش كندير تنظيف ديال الغسالة ديال الملابس فخليكم معايا للآخر. أول حاجة غادي نقوموا بها هي غادي نحيدوا هذه العيبة هذه اللي كنديروا فيها صابون الخاص بالملابس. كما شفتوا راه اي وحده غادي تلقاو هنا بوطونه، يعني فاش غادي تتوركوا عليها غادي تحيد لكم هاد العيبه هادي. فوالا هادي هي الطريقه كما شفتوا. دابا غادي ناخذها للمغسل ديالي باش نقوم بغسلها. بالنسبه لهادي فغادي نقوم بغسلها بالماء والصابون، ما تخافوا حتى شي حاجه، فهي كلها بلاستيك يعني ما غاديش تنضر بالماء. فغادي نحاول نفصل هاد الاشياء اللي هي موجوده على بعضها على هاد الشكل هذا. انا عندي غير هادي، كل ماشينه وعلى حساب شنو فيها. فغادي نقوم بفصلها. الا شفتوا هنايا لاحظتوا راه كاين اوساخ متراكمين لداخل. غادي نوضع القليل من صابون الاواني والقليل من الخل الابيض باش نضمن انها تعقمت مزيان، ونوضع الماء الدافئ. ننصحكم انكم تغسلوها بالماء الدافئ، ونجيب شيته ونحاول انني نحك مزيان. وهاد الجوانب اللي كيكونوا هكذا صغار فتحاولوا انكم تستعملوا الشيته ديال الاسنان. وغادي نشلوها بالماء الدافئ. ودابا غادي نحاولوا اننا نشفوه مزيان بمنديل اللي هو يكون ناشف، عاد غادي نرجعوا هاد العيبه هادي للماشين ديالنا. حاولوا اننا نرجعوا كل حاجه لبلاصتها كما قلت لكم ملي تكونوا تحيدوا. حاولوا انكم تعقلوا كيفاش كانوا الحوايج في الاول، كيفاش كانوا راكبين هكذا باش تستطيعوا انكم ترجعوهم لبلاصتهم بسهوله. فوالا دابا غادي نمشي نرجعها لاماشين ديالي، خليكم معايا. ودابا غادي نمر باش نغسل لاماشين ديالي من الداخل. كما كتشوفوا هنايا كيكون عندنا هاد الجلد هذا، فإلا شفتوا هنايا الداخل حليته هنايا الداخل، غادي تلقاو اوساخ متراكمين على هاد الشكل هذا. فوالا فحاولوا انكم تحيدوهم. فوالا هو هذا، يعني هاد الجلد هذا اللي كيكون داير على الماشين ديالنا، فكيكونوا هنايا عندهم تقيبات ملي كيخرج الماء، وهنايا كيتراكموا اوساخ. يعني الا كنتو شحال هادي ما نضفتوها فكيتراكموا اوساخ كثيره هنايا، وهاد التقيبات حاولوا انكم تنقيوهم بجميع الاوساخ. الا كانوا عامرين بالاوساخ بزاف فحاولوا انكم تدخلوا دي كوردون هنايا باش تخرجوا جميع الاوساخ اللي كاينين. بعد ما غادي نحيد جميع الاوساخ على هذا الشكل هذا، فغادي نقوم ببرش البرودوي اللي انا ديجا صنعتو لكم في فيديوهات سابقه. فغادي نرش هنا لداخل وهنا في على برا هكذا. غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا المنظف هذا في صندوق الوصف، وغادي نجيب شيته صغيره على هذا الشكل هذا، وغادي نبدا نحك هاد الجناب وهنايا الداخل. ضروري تحكو هنا مزيان، شفتوا هاد التقيبات هادو اللي كاينين هنا، باش تخلصوا بجميع الاوساخ اللي كاينين. ومن بعد غادي نرش البرودوي لداخل، ونجيب شيته اللي هي كبيره وغادي نبدا نحك. غادي نمروا دابا للباب وغادي نرشوا نفس لو برودوي. بالنسبه لهذا لو برودوي فهو معقم ومنظف في نفس الوقت. غادي نرشوا بحال هكذا، ورشوا حتى في الجوانب، وناخذوا اسفنجه ونحاولوا اننا نحكم مزيان. بالنسبة
بالنسبه لهاد القنات هادو فغادي نستعملوا الشيتا ديال السنان باش نتخلصوا جميع الاوساخ اللي كتكون متراكمه. ومن بعد غادي نجيبوا منديل وغادي نحاولوا اننا ننشفوا. بعد غادي نمروا لهاد الجزء هذا اللي خدينا منه هذيك لابواط وغادي نرشوا نفس لو برودوي. ومن بعد غادي نحكوا مزيان بالشيتا هاد الاجزاء الصغيره نحاولوا اننا نحكوهم بشيتا ديال صغيره ديال الاسنان صافي. ومن بعد غادي ننشف. ومن بعد غادي ناخذوا الصابون الخاص بالغسالة اي نوع صابون عندكم اما هاد الكبسولات اللي دايرين على هاد الشكل هذا فانا كنستعمل هادو للتصبين ديال الملابس ديالنا. فالا عندكم ليكيد او لا باودر فاي حاجه تقدروا تستعملوها. فانا غادي ناخذ وحيده وغادي نلوحها هنايا الداخل. ومن بعد غادي ناخذ الخل الابيض اللي هو غادي يعقم لي وغادي نخوي شويه هنا الداخل. ودابا غادي نحاولوا نخدموها من بعد ما وضعنا الصابون خل هنايا لداخل. غادي نحاولوا اننا نخدموها يعني اقل مده عندكم في الماشينه يعني خدموها اقل مده. تاكدوا انكم ترجعوا هاد لابواط هادي يعني لما رجعتوهاش غادي الماء كله يخرج لكم من هنايا. بعد ما سالت لاماشين ديالي وتغسلت مزيان بهذاك الخل اللي لداخل والصابون الخاص فغادي نحلها وغادي نشفها من داخل. ودابا غادي نقوم بمسح الباب حتى هي نشفها مزيان ميدي اللي هو طبيعة الحال ناشف. ودابا غادي نمروا للتنظيف لاماشين ديالنا معلى برا فغادي ناخذ البرودوي ديالي وغادي نرش على هذا الشكل هذا. حاولوا ما تقيسوش هاد لي بوتون هادو غادي نوريكم في الاخر كيفاش ديروا تنظفوهم. فرشوا غير هنايا ما تنساوش هنايا هاد الجوانب هادو حتى هما غادي نقوموا بتنظيفهم. اما بالنسبه لهاد التقيبه هادي فغادي نرش شويه ديال البرودوي في الشيتا ديال الاسنان لهذا الشكل هذا وغادي نقوم بتنظيفها. بالنسبه لهاد لي بوتون هادو فحاولوا انكم ما ترشوش البرودوي ديريكتومون عليهم فغادي تاخذوا منديل اللي هو ينقي وغادي ترشوا قليل من البرودوي بحال هكذا وغادي تحاولوا انكم تمسحوا مزيان. لكن مشتو طريقه جد سهله ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت وهذه العمليه نصحكم تقوموا بها شهريا فهي غادي تحافظ على النظافه ديال الماشين ديالكم. كما شفتوا كانت هذه هي الطريقه ديالي في تنظيف غساله ديال الملابس. نتمنى تكون هذه الطريقه فاتتكم ولو غير بالقليل. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجيوه مع العائله والاحباب. والا كنتي مازال ما مابونياش في لاشين ديالي تابوناي بالضغط على زر اشتراك او لا ابوني. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي.